التحالف الوطني العام للأهلي الذي لا يكل ولا يمل من العمل المستمر أطلق في المرحلة 27 من قوافل ستر وعافية. راحت فين؟ راحت على أهالينا في قرية كفور. كفور دي بقى تبع مركز كومومبو في محافظة أسوان، طبعا محافظتي المحببة إلى قلبي بالرغم أن أنا مش أسواني، بس أنا بعتبر نفسي يعني أسواني انتساب. مشاركة 17 كيان من كيانات التحالف بيقدموا خدماتهم هناك في كفور لأكثر من 15,000 مستفيد من أهالينا. البيان بتاع التحالف بيقول القافلة يا جماعة بتقدم حزمة متنوعة خدمات المواطنين، فيها بقى قافلة طبية بالعديد من التخصصات للكشف والعلاج وتركيب الأجهزة التعويضية، أيضا الحملات التوعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم من أهالينا وأولادنا وما إلى ذلك. القافلة كمان فيها حملة طرق الأبواب علشان تتفضلوا علينا بقبول المواد الغذائية ضمن مبادرة خيرك سابق. والله العظيم ده خير كل مصري سابق فعلا وعالكل. طيب كل ده لأنه إحنا يا سادة يا كرام كلنا دون استثناء الرئيس دائما يتكلم يوجه يقول يا جماعة دعموا الفئات الأولى بالرعاية، الفئات الأكثر استحقاقا. بنشتغل على ده وفي نفس الوقت بنشوف قدامنا التحالف الوطني يتماشى على نفس ذات الدرب. احنا عندنا خطة حماية اجتماعية مهمة جدا، خطة الحماية الاجتماعية اللي بتقوم بها الدولة من خلال حزامها المختلفة وتمشي جنبها بالتوازي نفس خطة أخرى ولكن من خلال كيانات التحالف. بإذن الله كله يعدي وكله يبقى على خير، وخلينا دايما نبقى واقفين جنب هذه الكيانات الوطنية اللي بتشتغل لأجل أهالينا في كل حتة في مصر.